عن أبي معاوية نعم الأسود قال عن عبد الرحمن بن عبد الله قال استطال الرجل، اسمعوا اسمعوا أيها الأحباب، إذا استطال عليك رجل أو سلط عليك من يؤذيك أو من فلا تلومه، لوم نفسك وتوب إلى الله سبحانه وتعالى، اللهم إنا نستغفرك وأتوب إليك. اسمع هذه العبارة، قال استطال رجل على أبي معاوية الأسود، يعني أساء الأدب معه، فقال له رجل ما أجل، قال أكفف، إنه ماذا تقول لهذا الولي الصالح؟ وقال أبو معاوية دعه يشتفي، تركوا خليه يحكي ما يريد. ثم قال اللهم اغفر الذنب الذي سلطت علي به هذا، ولا أصل اغفر الذنب الذي سلطت علي به هذا، إنه أنا فعلت ذنبا حتى سلطته علي بسبب هذا الذنب، اغفر الذنب، تبنى إليك يا رب، تبنى إليك. كان شيخنا الشيخ حمدي عرابي رضي الله تعالى عنه دائما يقول إذا رأيت سوءا عليك أو سلط عليك أحد شم رائحة كفك، انظر ماذا صنعت أنت، وتب إلى الله سبحانه وتعالى، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا ربي يا رب، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. نعم، والذي يبتلى يعني وما له الذنب، لكن ربي عز وجل أراد أن يرفع شأنه بهذا الابتلاء، فالله يجبر خاطره في الآخرة، كما قال موسى المغازي كنت أسمع أبا معاوية الأسود إذا قام من الليل يستقي الماء يقول ما ضرهم ما أصابهم في الدنيا، جبر الله لهم كل مصيبة بالجنة. إن نزلت بك مصائب في الدنيا وربي ابتلاك، ربي يجبر كل مصيبة في الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أما خادم أبي معاوية، اسمعوا ماذا يقول خادم أبو معاوية، قال كان أبو معاوية قد ذهب بصره، فكان إذا أراد أن يقرأ فتش المصحف وفتحه فيرد الله عليه بصره، وإذا أطبق المصحف ذهب بصره. الله أكبر، أنا سمعت من شيخنا الشيخ أديب الكلاس رضي الله عنه مثل هذا عن الشيخ أبو اليسر عابدين، في أخريات حياتي يدخل عليه الشخص فلا يراه، يفتح المصحف فيقرأ منه. وسمعت من بعض شيوخنا عن أحد الصالحين أقعد أصابه الفالج، فكان يرفع يده يقول يا رب إن عجزتني عن شيء فلا تعجزني عن الطهارة، فكان مقعدا، لكن إذا أراد الخلاء يدخل الخلاء يتطهر ثم يرجع إلى فراشه فيصير مقعدا لا يستطيع أن يتحرك، والله على كل شيء قدير. اللهم يا ربي متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. قال ورد عن أبي الزاهرية قال قدمت طرسوس فدخلت على أبي معاوية الأسود وهو مكفوف البصر وفي منزله مصحف معلق، فقلت رحمك الله مصحف وأنت لا تبصر؟ قال تكتم علي يا أخي حتى أموت؟ قال قلت نعم. قال إني إذا أردت أن أقرأ القرآن فتح لي بصري أو فتح الله لي بصر عن قراءة القرآن. اللهم يا ربي وفقنا لطاعتك ومرضاتك يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا كريم. اللهم أحسن ختاما، الله تبنى إليك يا رب. نعم، وبعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه وأرضاه في كتاب إحياء علوم الدين من ربع المهلكات، اللهم سلم سلم، هذا كل ما نقرأه من آفات اللسان كل هذه مهلكات، غيبة ونميمة هذا كله مهلك. نعم، قال وأما الغيبة لأجل الحسد نسأل الله تعالى السلامة، لا تكاد اليوم لا تكاد أن تجلس في مجلس يخلو من الغيبة أبدا. بقى واحد عملوا صلينا الترويح الحمد لله، صلى فينا فلان صوته أحلى من فلان، الإمام الأوائي صوته محلو، غيبة، راح الصيام،
الثاني قال لك والله هذا المؤذن، طيب ليش لماذا يؤذن؟ صوتك ما حلو، ليش عم تأذن؟ غيبة. والثالث يا جماعة اتقوا الله. ذلك أكبر مجاهدة يا حفص، يا أبا حفص اليوم أن تجلس مجلسا مضبوطا من المعصية، وإياك أن تسكت، إياك لابد أن تنصح. وآخر يتصدق، يعني عنده أموال يدفع الزكوات. واحد قال له أعطي فلانا، بيقول له أبو أحمد العاص أعطي فلانا، قال له لك أعطينا كتير بس ما عنده تدبير وما بيعرف يتصرف. يا رجل كمان راح ثواب الصدقات. الآن أضرب لك أمثلة واقعية. الآن هؤلاء مساكين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. كل هؤلاء يذهب صومهم، هذه الكلمات. فاحرص أن لا يذهب ثواب صومك. وأما الغيبة لأجل الحسد فهو جمع بين عذابين. اسمعوا هذا الآن موضوع الغيبة الحسد، هذا في صفوف المصلين وطلاب العلم وبعض المتمشيخين يا لطيف، وبين التجار وبين الجيران وبين الأعام. فهو جمع بين عذابين، لأنك حسدته على نعمة الدنيا. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم، ما صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، نعم، قال لا حسد إلا في اثنتين، حسد غبطة إذا أردت أن يكون لك مثل مالي لأخيك إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، الله يجعلنا منهم، ورجل آتاه الله مالا، نحسد على المال؟ لا، فسلطه على هلكته في الخير. كيف ما تحرك يقضي حوائج المسلمين؟ الله أكبر، الله أكبر. والله البارح اتصل بي، الله أكبر، رجل لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، الهادي ورب العزة والجلال، وهو يسأل عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان، الله أكبر، الله أكبر. ويسعى في قضاء حوائج الناس، ويسعى 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 ويسعى، وهو يسأل القبول، يسأل الإخلاص. الله، النفس إذا زكيت، يا نابلسي، الله أكبر. والله ينفق وينفق 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 شيء الكثير وهو مسرور أن الله وفقه، ويخاف أن لا يقبل منه، ويخاف أن لا يقبل منه. تبنى إليك يا ربي، لا حول ولا قوة إلا بالله.